انطلاق فعاليات الدورة العاشرة المؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان الاقتصاد المصري تحديات وأولويات، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعدد من الوزراء والمسؤولين. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المؤتمر وهذه الدورة بالذات. ينضم إلينا ويشرفنا الكاتب الصحفي حاتم نعام، مدير تحرير أخبار اليوم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير، برحب بحضرتك على شاشه ميسات. وعايزين نفهم بس من حضرتك في الاول، ايه هو مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي واهميه هذا المؤتمر؟ اهلا وسهلا بحضراتكم، صباح الخير على حضرتك والاستاذ مايكل. صباح الخير يا فندم، ودايما منورنا في صباح مين. ربنا يخليك يا استاذ مايكل، ربنا يخليك. هو بالفعل حضرتك انطلقت بالامس السبت الموافق 17 فبراير فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان الاقتصاد المصري تحديات وأولويات. المؤتمر ده شارك فيه كوكبة كبيرة جدا من الوزراء على رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووزيرة الدولة للهجرة والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام والمهندس عبد الصادق الشربجي رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه والدكتور سمير صبري مقرر لجنه الاستثمار بالحوار الوطني، وطبعا كوكبه كبيره جدا من مجتمع الاعمال والخبراء والاكاديميين وعدد من الوزراء والمسؤولين والكاتب الصحفي الاستاذ احمد جلال رئيس مجلس اداره اخبار اليوم والكاتب الصحفي الاستاذ خالد مير. انا بذكر لحضرتك الضيوف ليه؟ لان هذا العدد الكبير هو في حد ذاته نجاح لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي. وعايز اقول لحضرتك مؤسسة اخبار اليوم بتحرص على عقد هذا المؤتمر سنويا، والذي يشجع على استمرارية انعقاده هو رد الفعل الايجابي من الجميع سواء حكومة، مستثمرين، مسؤوليين، اعلام، لان نجاح هذا المؤتمر في النهاية في صالح الاقتصاد القومي بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة التنموية. ودائما اخبار اليوم ولا تزال لقضايا الوطن وأولوياته داعما وسندا وظهيرا وصوتا للشعب وناقلا لآماله وطموحاته. صحيح. وطموحاته. طيب حضرتك هنرجع لورا شوية، قبل 10 سنوات وبعد ثورة يناير أطلقت مؤسسة أخبار اليوم، يعني ثورة 30 يونيو بعد أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو، أطلقت مؤسسة أخبار اليوم النسخة الأولى لمؤتمرها الاقتصادي الأول. وده يعود إلى إيمانها بالدور في صناعة الحدث والمساهمة في بناء الوطن. صحيح. طيب، طب وحضرتك وقبل الدورة اللي هي انعقدت بالأمس سبقتها 9 دورات متتالية. طيب، استطاع خلالها المؤتمر أن يكون حدثا فريدا ومميزا ومنصة سنوية بالغة الأهمية بيقصدها المسؤولون والوزراء والمستثمرون وصناع والخبراء في كل مجال وفي كل قطاع. طيب أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك حاجة مهمة جدا، أهم القضايا أو أهم الملفات اللي بيتم مناقشتها في هذا المؤتمر الهام؟ حضرتك هذا المؤتمر ناقش، يعني الجلسات العامة للمؤتمر دي ناقشت العديد من الملفات الهامة، منها الاستثمار الصناعة والتصدير وقطاع الأعمال ومواد البناء وسوق العقار والاستثمار الرياضي. الجلسات التحضيرية حضرتك كانت ركزت على تحديات الصناعة والاستثمار وضبط سوق سعر الصرف وتوفير الدولار ودعم استيراد السلع غير الضرورية وحضرتك زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج ووضع حافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمي ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة، طبعا إضافة إلى حضرتك كلنا نعلم التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلي والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية ووضع مقترحات كانت أبرزها دمج ملف التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار ليكون تحت مظلة وزارة مختصة بشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية وإنشاء هيئة للرقابة على المنشآت والسلع الصناعية. وحضرتك كان في حاجة مهمة جدا امبارح برضو اللي هو الاستثمار الرياضي، كان تحت عنوان الاقتصاد الوطني والرياضة المصرية بين الواقع والطموح المستقبلي.
احنا نعلم جميعا ان الرياضه الان تمثل صناعه قويه في العالم. صحيح. ولها ابعاد اقتصاديه واجتماعيه في حياه الشعوب. ويا استاذه مونيكا دي بتساهم في حل مشكلات اقتصاديه كبيره. صحيح. تعاني منها اغلب الدول الناميه. طب استاذ حاتم، على ذكر التحديات، حضرتك لسه كنت بتتكلم على التحديات اللي بيواجهها العالم، من وجهه نظر حضرتك او من وجهه نظر هذا المؤتمر الاقتصادي الهام، ايه اهم التحديات اللي العالم بيواجهها وبتاثر ازاي على سوق الاقتصاد المصري؟ طب احنا حضرتك نعلم جميعا ان العالم بيمر بتحديات جسيمه. يعني مثلا ما بين جائحة عالمية ضربت بعنف حتى اقتصاديات الدول الكبرى وأزمات اقتصادية عالمية وحرب روسية أوكرانية التي يمتد ضررها على الجميع بما فيها منطقة الشرق الأوسط ومصر في قلب الشرق الأوسط، تأثرت بالطبيعي بالطبع أنها تأثرت سلبا بهذه الأزمات العالمية. طيب شوف حضرتك بقى في هذه الأيام ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم. صحيح. ده بيزيد الوضع صعوبة. بالإضافة إن هناك صراعات على مختلف حدودنا. بالإضافة للتوتر والتصعيد بالبحر الأحمر. وده يعني أثر ولا زال يؤثر على أحد مواردنا الاقتصادية ألا وهي قناة السويس. كل هذا يؤثر على الاقتصاد القومي بكل جوانبه. فإحنا حضرتك في هذه المرحلة بنحتاج إلى الصمود الاقتصادي. والصمود الاقتصادي بيحتاج إلى خطط واعية، ويحتاج إلى قرارات حاسمة، ويحتاج إلى رؤى مختلفة، وهذا هو هدف مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي. صحيح. طيب أستاذ حاتم، خليني أستغل وجود حضرتك معنا وأسألك سؤال كده أخير. ثمار هذا المؤتمر، يعني من خبرة حضرتك في 9 مؤتمرات أو 9 دورات سابقة، هذه الدورة أو ثمارها عادة بتكون عاملة إزاي؟ يعني فرص استثمارية جديدة، مشاريع جديدة، مبادرات جديدة، الثمار بيبقى شكلها عامل إزاي؟ هو حضرتك بالفعل امبارح في المؤتمر في ختام المؤتمر خرج بتوصيات متعددة، كانت من أهمها تعزيز التوجه للسوق الإفريقية لزيادة التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى دول القارة. برضو هناك تيسير إجراءات منح التراخيص والأراضي المرفقة للمشروعات الصناعية، وأيضا الاهتمام بالمعارض الخارجية لتسويق المنتجات الوطنية، ودي حاجة مهمة جدا. طيب بالإضافة إلى تهيئة المناخ الاستثماري وتنفيذ مبدأ الحياد التنافسي وإقرار حوافز لتحقيق انطلاقة في الصناعة. طيب كمان هناك الحد من الانفاق العام داخل وخارج الموازنه، والاصرار في تنفيذ خطه لجذب الاستثمارات وطرح المزيد من الاراضي الاستثماريه. ونقطه مهمه جدا يعني الاقتصاد كان يعاني منها، الا وهي مواجهه البيروقراطيه وتفعيل الخدمات الالكترونيه الخاصه بالموافقات الاستثماريه. أضف إلى ذلك رفع الإنفاق فيما يخص المشروعات الإنتاجية والتوسع في الشبكة القومية لحماية محدود الدخل. حتى هذا المؤتمر راعى هذه الجزئية، توسع في الشبكة القومية لحماية محدود الدخل. الحقيقة أنها مبادرة اقتصادية جميلة من مؤسسة أخبار اليوم، وزي ما حضرتك قلت في بداية المداخلة ده اللي احنا متعودين عليه من أكاديمية أو من مؤسسة أخبار اليوم بشكل عام وأشمل، اللي هي دايما تبقى مشاركة قوية في صناعة القرار أو صناعة الرأي المصري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي حاتم نعام مدير تحرير أخبار اليوم.